بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. مرحبا بكم أعزائي الطلبة، طلبة ليسونس محاسبة ومالية جامعة التكوين المتواصل، مادة ريادة الأعمال السداسي الرابع. إذا نواصل كما بدأنا مع المقطع الأول، الآن مع المقطع الثاني حول رائد الأعمال. راح نتناول الآن أهم النقاط المتعلقة برائد الأعمال. في بعض المراجع نقاوه باسم المقاول. إذن رايح نقرأ الدرس مع بعض ونشرحه نقطة بنقطة. إذن قدمنا سابقا المقطع الأول اللي كان بعنوان ما هي ريادة الأعمال، ما وشرحناه يعني بالتفصيل، شرحناه بالتفصيل إلى آخر نقطة. والآن رايح نقدم المقطع الثاني بعنوان رائد الأعمال. إذن رائد الأعمال طبعا هو القائم على إنشاء الأعمال وهو الأساس. الفرد هو أساس المشروع وليس العكس. إذن الفرد بأفكاره الإبداعية والابتكارية الجديدة وقدراته على تحويل هذه الأفكار فهو أساس المشروع وهو صانع المشاريع. وبالتالي هنا نتكلم على رائد الأعمال باعتباره هو الأساس في مجال ريادة الأعمال. إذن العنصر والمطلب الأول يقول تعريف رائد الأعمال وصفته. إذن هنا فيه مجموعة من التعاريف لرائد الأعمال لعل أولها لدافيد ماكريدون، يقول أن رائد الأعمال هو الشخص الذي لديه الحماس ويتحمل المخاطرة بدرجات معقولة أو متوسطة وعنده حاجة قوية للإنجاز. إذن رائد الأعمال بالنسبة لدافيد ماكريدون يقول أنه هو ذلك الشخص الذي يمتلك الحماسة، يعني عنده الشجاعة للخوض في مجال الأعمال، عنده القابلية لتحمل المخاطر بدرجة معقولة أو متوسطة، يعني ما يخاطرش، لا يخاطر لدرجة أنه يرمي بنفسه إلى التهلكة، بل لديه القدرة على تحمل المخاطر في حدود معقولة، وهو يكون قادر على الإنجاز، قادر على الإنجاز. بينما بيتر دريكر يقول أنه الريادي هو ذلك الشخص الذي يعظم الفرص، يعني شنو يعظم الفرص؟ هو ذلك الشخص الذي يقوم باستكشاف الفرصات واستغلالها وتحقيق أعظم ربح منها. هذا هو المقصود، تعظيم الفرصة، يعني لما تجي فرصة يحاول يستغلها بأقصى ما يستطيع. تعقيد. ثم يأتي ليبنستين واش يقول أن رائد الأعمال بأنه المخاطر ومن يتعامل مع ظروف عدم التأكد. هنا كذلك يقدمنا على أنه رائد الأعمال هو ذلك الشخص الذي يخوض أعمال ويتحمل مخاطر عالية، هذا يعني يدخل في مشاريع، هذه المشاريع غير مضمونة النتائج، فيها ظروف عدم التأكد. إذن كما لاحظنا أنه هذه التعاريف كلها تركز على المخاطرة وظروف عدم التأكد التي يعمل في إطارها رائد الأعمال. إذن كما عرف كذلك دون هافري دونالد رائد الأعمال بأنه ذلك الشخص الذي يستطيع تمييز الفرص واغتنامها. إذن رائد الأعمال هو الشخص الذي تكون لديه قدرة من غير باقي الأفراد على تمييز ظرف معين على أنه فرصة سانحة للقيام بعمل محدد مثل إنتاج سلعة أو خدمة وبيعها، فإن الظروف تكون مواتية، فتلك الفرصة من يميزها فهو رائد أعمال. إذن بمعنى أنه هو لديه مجموعة من الخصائص لا توجد عند باقي الأفراد.
بينما هذه الخاصية بالإضافة إلى خصائص أخرى مثل الحاجة إلى الإنجاز، هو تلقى عنده رغبة كبيرة في أنه ينجز، ينشئ، يخلق سلعة أو خدمة، ها، يقوم بحل مشكلة مجتمعية معينة، ها. كذلك لديه استعداد على تحمل المخاطر ومواجهة التحديات، ها. إذن هذا التعريف الثالث. إذن لاحظوا أن هذه التعريف كلها يشترك فيها عنصر أن رائد الأعمال هو ذلك الرجل الذي يعمل في ظل المخاطرة. هذا تعريف إجرائي، يعني واش يقول؟ هنا ربما في تعريف اللغة الإنجليزية، An entrepreneur is any person who creates and develops a business idea and takes the risk. يعني رائد الأعمال هو كل شخص، وكل شخص يقوم بإنشاء أو تطوير مشروع أو فكرة مشروع، ويتحمل في لأجل ذلك مخاطر معينة. Of setting up an enterprise عفوا to produce products or service which satisfy customer needs. يعني ويقوم بإنشاء مؤسسة يتمكن من خلالها من إنتاج سلعة أو خدمة لأجل إشباع أو إرضاء وتلبية حاجة زبون. إذن رائد الأعمال إذن هو ذلك الشخص الذي يستطيع اقتناص فرص الأعمال لإنتاج سلعة معينة أو تقديم خدمة سواء كانت مبتكرة أو محسنة، أو تقديمها بطريقة جيدة مع أصل الموارد المتواضعة بيئتها. إذن بشكل عام نقول أنه الريادي هو ذلك الشخص الذي يبحث عن فكرة جيدة ومن خلالها يتمكن من خلق مؤسسة تقوم بإنتاج سلعة أو خدمة تباع لأجل تلبية حاجة الزبون، والهدف من هذا كله هو تعظيم الربح. الفرع الثاني قدرات وصفات رائد الأعمال. إذن هنا يقول أنه الكثير من المهتمين يسأل كيف يمكن أن أكون رائد أعمال؟ هل هناك صفات أو خصائص أو ملامح تميز رائد الأعمال عن باقي الأفراد؟ وهل كل شخص مؤهل أن يكون رائد أعمال؟ والإجابة على هذه الأسئلة وما يدور حولها نورد فيما يلي مجموعة من الخصائص، أو ربما إذا كان صح التعبير نقول قدرات تميز بها الريادي، ونشوفه. إذن لابد أن توفر عند الريادي مجموعة من المهارات التي يستعين بها لإنجاز مشروعه، وتمثل هذه المهارات في إدارة مشروع. أول شيء إدارة مشروع، يعني يكون عنده قدرة على إدارة مشروع، ويوقف تحت هذا المفهوم. إذن يندرج في هذا الإطار كما قلت قبل قليل أنه الريادي يكون عنده قدرة على إدارة المشروع، بالتالي قدرة على التخطيط، قدرة على التنظيم، قدرة على التوجيه، قدرة على الرقابة، اللي هي عناصر أربعة الإدارة. والقدرات هذه تعرف على أنها مجموعة من، إذن كما قلنا أنه القدرات هذه إذن هي مجموعة المعارف والخبرات والتراكم، طبعا المزوج بالإرادة والدوافع والحوافز عند رائد الأعمال. وطبعا عندما تراكم هذه المعارف والمهارات والخبرات والكفاءات العلمية المكتسبة كذلك من التعليم من التكوين، فإنها تشكل يعني شخصية تتميز بالمبادرة والقدرة على مواجهة التحديات، مواجهة المشكلات، والقدرة على تجسيد المشروع. هذا هو المقصود بالقدرات الشخصية المقاومة. الآن بالنسبة للصفات، بعض الصفات إذا كانت توفرت في شخص نقول أنه هو رائد أعمال. طبعا هنا مصطلح رائد الأعمال هو مرادف للمقاولة، التوضيح فقط. إذا أول صفة بالنسبة لرائد الأعمال هي الإبداع، حيث أن رائد الأعمال
ينظر إلى الأشياء بنظرة مختلفة، ودائما تكون لديه قدرة على النظر إلى الأشياء بنظرة تدفعه إلى اشتقاق أفكار جديدة، الحصول على فرص من خلال مختلف المشاكل التي ينظر إليها، إلى الواقع الذي ينظر إليه، إلى مختلف القضايا التي ينظر إليها، من باب مغتنم الفرصة، من باب البحث عن كيفية الاستثمار في هذا الظرف. كذلك القصية الثانية وهي الإدارة المالية المستقلة، بحيث هو يكون يعني عنده استغلال للموارد المالية الخاصة، يكون يعني عنده قدرة على أنه يحصل على التمويل من مجموعة من المصادر. هذه المصادر يعني موش دائما تكون هي البنوك، موش دائما هي تكون هي التمويلية، يعني عنده قدرة أنه يجمع موارد مالية ذاتية، موارد مالية عند الأصدقاء، عند العائلة، عند الممولين، عنده قدرة عفوا على إقناع الهيئات المالحة، الأطراف المالحين، الأشخاص الراغبين في الاستثمار. وبالتالي هو مش عندما يقود نشأ مؤسسة يتوجه إلى طلب قرض بنكي، وبعدها إذا كان البنك رفض له يقول خلاص أتوقف، لا، هو عنده خاصية أنه يحصل على المال منين يكون. الخاصية الثالثة وهي الثقة. إذا رائد الأعمال يتميز بالثقة في نفسه، لأنه مؤمن بفكرته، ولا يمكن أن تتزعزع هذه الثقة مهما تعرض لمواقف معينة. ممكن يعني يجي طرف ثاني يشك في الفكرة هذه، يحوس كيف هي، يقولوا أن الفكرة تاعك يعني غير دقيقة، غير واضحة، غير ناجحة، فهو لا يتزعزع مهما كانت الظروف. كذلك لديه قدرة على تحمل المسؤولية. رائد الأعمال يتحمل كل ما يتعلق بالمشروع المسؤوليات من نتائج، لأنه يدرك أن هذه الفكرة، هو الذي اخترع هذه الفكرة، هو الذي ابتكر هذه الفكرة، فهو مستعد على تحمل نتائجها بكل يعني الجوانب، سواء كانت ربح ولا خسارة. كذلك رائد الأعمال عنده خاصية اقتناص الفرص، فهو دائما يحاول ويبذل مجهود كبير على أن يتعرف على الفرصة، وعندما يتأكد من أنها فرصة يوجد وراءها مشروع مربح، فهو ينتهز هذه الفرصة ويستثمرها ويحولها إلى مشروع. إذن كذلك بالنسبة لرائد الأعمال لديه خاصية أخرى وهي الطموح. فرائد الأعمال تجده يطمح دائما، ولديه جرأة على العمل، جرأة على ولوج عالم الأعمال، حتى وإذا كان يواجه يعني حالة من نقص التأكد، حالة من نقص اليقين، فإنه تكون لديه روح المبادرة ويبادر ويطمح لأن يلج هذا المجال من الأعمال، لأنه قلنا من قبل هو عنده خاصية المخاطرة، بالتالي فطموحه قد يتجاوز قدراته، وهو يعلم أنه سيواجه يعني أمور غير واضحة، ضبابية، غير مفهومة، لكن سيواجهها ويتحدى هذه الظروف و ينجح. إذن طموح أو خاصية مهمة عند الريادي. كذلك الريادي تكون لديه القدرة على حل المشكلات، فهو يبحث عن المشكلات الموجودة في المجتمع، يقوم بإجراء لقاءات مع مختلف الأفراد، ثم يسألهم عن المشكلات التي يعانونها، خاصة الفئة التي تكون واسع عدد كبير في المجتمع، ثم يقوم بتحليل هذه المشكلات والبحث عن الحلول، وبالتالي
هو تكون عنده القدرة على وضع الحلول وتقديمها، بالإضافة إلى خاصية أنه المبادرة، أنه يكون مبادر، فهو يقوم بأشياء يعني هذه الأشياء يعني يتطلبها الوضع الراهن، ويقوم يعني بتقديم مبادرات لوضع حلول لمشكلات موجودة ومستعصية ومستمرة لأجيال معينة. فهو يقوم بتقديم مبادرة لأجل وضع هذه الحلول التي ربما لم يبادر فيها من كانوا قبله. إذن تلاحظوا خاصية المبادرة، خاصية القدرة على حل المشكلات، خاصية الطموح، خاصية اقتناص الفرص، خاصية تحمل المسؤولية، الثقة، الإدارة المالية المستقلة يعني يعتمد على الموارد المالية الخاصية تاعو، كذلك خاصية الإبداع. هذه كلها خصائص وصفات لرائد الأعمال، يتوفر في هذه الخصائص فهو رائد أعمال ناجح. الآن نتكلم في الفرع الثالث على دوافع ومهارات رائد الأعمال. لماذا رائد الأعمال ينشئ المؤسسة؟ لماذا ينشئ المشروع؟ ما هي المهارات التي سوف تسمح له بالنجاح في هذا المشروع؟ إلى هنا يقول إن خلف كل رائد أعمال مجموعة من الدوافع تدفعه باتجاه تنفيذ أفكاره ووضعها موضع التنفيذ، كما لابد أن يتحلى الرائد بجملة من المهارات اللازمة لضمان تنفيذ أفكاره بنجاح. أول شيء الدوافع، إن يدفع الريادي لإنجاز مجموعة من الدوافع، وقد تكون هذه الدوافع إما أولا نفسية أو مالية، وطبعا وفيما يلي راح نتكلم عن مجموعة من الدوافع. إن هنا قلنا أول شيء إما تكون نفسية أو مالية، يعني يا إما نفسية يعني هو عنده تحدي مثلا، وجدت ظروف معينة قاسية والآن يحوس كيف ينتقم من هذه الظروف، ينتقم كيف؟ بالنجاح. أو ظروف مالية، يعني هو حاب يوصل للحرية المالية وين يحقق الأحلام والطموحات نتاعو، هو يعلم أنه مستحيل يحقق الأحلام والطموحات نتاعو في إطار الوظيفة، لأن الوظيفة هي عبارة عن عبودية منمقة في صورة معينة، لأنه عندها سقف دخل محدود مع الحاجات الإنسانية المتزايدة، يبقى الإنسان يعني واقع فيما ما يسمى أو ما تسمى بمصيدة الفأر، يعني كما يقولوا ما تعيش ما تموت، تبقى بين الحياة والموت، تلبس الحد الأدنى، تأكل الحد الأدنى، تركب الحد الأدنى، ما راح تموت يعني من الجوع والمعاناة هذه، ما راح تربح. وبالتالي الطموحات نتاعك، الأهداف نتاعك، الأحلام نتاعك لن تتحقق إلا في ظل مشروع استثماري، هذا يسمى إذن الدوافع المالية. والدوافع النفسية تكلمت عليها قبل قليل. إذن نجمل فيما يأتي مجموعة من الأسباب والدوافع. أول شيء عندنا الأسباب الشخصية، هي اللي تدفع رجل الأعمال أنه ينشئ المشروع. وفي هذا الإطار نتكلم على الدافع الأول، هو تحقيق الذات. كاين إنسان تلقى عنده ممكن ظروف مليحة، ما يخصه ولا شيء، لكن يقول لك أنا نحب نعمل. علاه نعمل؟ لأنه أريد أن أثبت ذاتي، نخلي أثر من وراي. تجنب العمل لدى الآخرين، يقول لك أنا ما نقدرش نعمل عند شخص آخر، ما نقدرش نعمل عند الحكومة مثلا، ما نقدرش نعمل الوظيفة لأن عندها أجر محدود، أنا نحب يكون عندي مشروع تاعي أنا خاص بيا. هذا يدفع. كذلك استخدام القدرات والخبرات الخاصة، كاين بعض الأفراد عندهم كفاءات كسبوها مثلا من الدراسة في التكوين أو في الجامعة، ومن بعد مجموعة من الخبرات تصبها من الحياة، هذه المجموعة امتزاج الخبرات مع الكفاءات يقول لك أنا ماذا بيا نستفيد من الخبرة نتاعي، إذا كان الخبرة نتاعي قادرة تجيب لنا في الشهر 30 مليون، علاه نروح للوظيفة نبغي نجيب 3 ملايين؟ علاه نروح نستغل الخبرات نتاعي في مشروع معين ونجيب 30 40 مليون 400 مليون في الشهر؟ واش يمنعني؟ إذن هذه أسباب شخصية. الأسباب المالية، إذن نقدروا نجبلوها في نقطتين أساسيتين. أول سبب هو تحقيق الربح، طبعا كل شخص يهدف إلى تحقيق الأرباح طبعا من خلال المشروع، وكذلك الاستقرار والأمن الوظيفي. يعني ربما كاين اللي يقول لك أنه الوظيفة هي أمن، لكن هي صح
أمن، لكن تأمنك على الفقر، سوف تبقى فقير أكيد، تأمين باللي راح تكون فقير. لكن الأمن الوظيفي الحقيقي هو المشروع. المشروع عندما يكون عنده مداخيل معتبرة راح توصل أنه توصل هذاك الرقم من الأموال اللي ممكن في الوظيفة توصله، يعني خلال 32 سنة من الوظيفة اللي توصل التقاعد في النهاية وتخرج منها منك القوى، يعني ما تقدرش تستمتع بالحياة، ممكن هذاك الرقم اللي راهو مليار أو مليارين قد تحققه من خلال مشروع في طرف 5 سنوات. فتبقى أنت الشاب عندك يعني كل الطاقة والحيوية باش تعيش حياتك، ووصلت لهذاك الرقم اللي كنت راح الوظيفة تحققه بعد 32 سنة، وبعد 32 سنة راح تكون شيخ طاعن في السن، ما عندك حتى حرية باش تستمتع بحياتك، خاصة من ناحية مثلا قال منوع عليك السكريات، منوع عليك الأملاح، منوع عليك منوع عليك، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تستمتع بالحياة في التقاعد، لأنه خلاص بلغت من العمر يعني عتية، وبالتالي هذاك الرقم اللي تقول أنت بعد 32 سنة نخدم باش نوصل لمليار، المليار هذاك يجيبوه في مشروع بعد 5 سنوات، إذن عندك متسع أنك تستمتع بحياتك وأنك تحقق الطموحات نتاعك والأحلام نتاعك. هذه إذن نسميه الاستقرار والأمن الوظيفي. إذن الأمن مش الوظيفة، الأمن في المشروع. كذلك هناك أسباب اجتماعية وتختلف من مقاول إلى آخر أو من رائد أعمال إلى آخر، ما تلك السبب إلى أنها تقف وراء المقاول كدافع مهم. إذن الأسباب الاجتماعية واش نقولوا؟ أول شيء تحسين المركز الاجتماعي بين الناس. إحنا اليوم في المجتمع يا أخي نعرفوا أن المجتمع أصبح مادي، المجتمع يحترمك على واش عندك، قال وعنده أبني دار مليحة وعنده سيارة مليحة وعنده كذا وعنده كذا، الناس تنظر لك من طرف الاحترام على هذا الأساس، عنده مركز اجتماعي مهم، قال هذا مثلا أو راح التكوين ودار التكوين مليح وفتح عند روحه وخدم وبنى ودار وبنى مستقبل تاعو. إذا هذاك الإنجازات نتاعك وتراكم رأس المال وما أنجزته في الحياة يعطيك احترام ما بين الناس. إذا كاين الآن اللي يقول لك أنا ماذا بيا الناس ينظروا لي نظرة احترام، وبالتالي لازمني ندخل مجال ريادة الأعمال، هذا الدافع. كاين اللي نقطة كسب التقدير والاحترام بين الناس، كاين اللي يشوف بعد تقريبا في نفس الإطار أنه الإنسان لازم يكون محترم بين الآخرين. كيف الناس يحترموك؟ يحترموك اللي ما قدمته، عندما تكون أنت رجل أعمال وملخير وتعاون الفقراء، تعاون المساكين، تعاون البلدية نتاعك، تعاون جمعيات المجتمع المدني، الناس كلهم راح يحترموك، وبالتالي كسب هذا التقدير والاحترام بين الناس يكون بما تعطيه، بما تعطيه للناس. المساهمة المجتمعية بتخفيف البطالة مثلا، هنا المساهمة المجتمعية عندها أبواب كثيرة تكلمت عليها قبل في النقطة هذه السابقة، وكذلك انت عندما تكون قادر توظف في المؤسسة نتاعك زوج من الناس ولا 4 ولا 10 ولا 20 ولا 30، راك ساهمت في تخفيف عبء البطالة للدولة، راك ساهمت في إطعام عائلات، راك ساهمت في ضخ مداخيل للأسر، وهاد الأسر من بعد المداخيل راح تنفقها في المحلات، وراح في النهاية هاد الدائرة تاع تداول النقود راح تتسع، وراح تساهم في النهاية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. إذا هذه من بين أهم الأسباب الاجتماعية. رابعا قد تكون الأسباب عائلية، ومنها تحقيق الاستقرار الأسري. احنا نعرفوا انه العائله اللي يكون عندها مدخول مليح عاده، ما نقولوش 100% ولكن عاده تكون مستقره، تكون الاسره عندها مدخول مليح، الزوجات يلبسوا مليح، الاولاد يلبسوا مليح، ياكلوا مليح، مستقرين، ساكن مليح، سياره مليحه، ما كاينش مشاكل، الاسره تبقى ملمومه، ما فيه لا انفجار عائلي لا طلاق لا مشاكل ولا شيء. اذا الاستقرار الاسري هذا مبني على الاستقرار المادي بالاساس، واغلب الحالات يعني المشاكل واغلب حالات الطلاق يعني نقولوا 80% منها راهي مبنيه على مشكل مادي، تلقى انه هذا الرجل ما قدرش ينفق على الاسره تاعو، وبالتالي العائله نتاعو راح تتحمل مده معينه ومن بعد خلاص ينفذ الصبر، راهي الامور راهي تنفلت.
تأمين مستقبل الأولاد كذلك. الأسباب العائلية أنه أنت إذا كان حبيت تخلي أولادك سكن محترم، هل تخليهم الوظيفة؟ مستحيل. حبيت تخلي لهم أموال في البنك باش يبنيو المستقبل نتاعهم، تخليهم الوظيفة؟ الوظيفة إذا كان لقيت هذه الأموال لنفسك مبروك عليك، مستحيل. راهي تخليها من مشروع عن ما. إذا هذه بالنسبة لتأمين المستقبل الأولاد كواحد من الأسباب العائلية أيضا. والنقطة الثالثة بالنسبة للأسباب العائلية، استمرار النشاط العائلي خاصة إذا كان المشروع متوارثا. هنا كاين يعني لاحظوا اليوم كاين عائلات اللي عندهم شركات، الشركات هذه راهي منذ أجيال توارثها الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث. إذا هنا حبيت تخلي الورثة نتاعك أنت غنية، تورث لهم شركة. إذا كان علمتهم مليح هاد الأولاد، كونتهم مليح وربيتهم مليح، راح يحافظوا على هذا المشروع، وراح بالعكس يزيدوا يوسعوه، ها، وتصبح كان يوصل حتى للهولدينغ، كيوصل حتى لشركات عالمية، ها. وبالتالي الأجيال بعدك، الأبناء والأحفاد بعدك، إذا كان خليت لهم مشروع وكنت أحسنت الاستثمار في هذا المشروع وفي أولادك من ناحية التربية والتعليم والتكوين الجيد، رايح يكونوا هادو كلهم رواد أعمال وراك. إذا هذا من الأسباب العائلية، والأفضل أنك تخلي لأولادك مؤسسة عائلية خير من تخليهم موظفين أو بدون وظيفة. إذا هذا تكلمنا على قضية الدوافع والأسباب، قلنا أسباب عائلية، أسباب اجتماعية، أسباب مالية، وأسباب شخصية. هذه هي الأسباب، واحد منها أو بعضها أو كلها هي اللي تدفع رائد الأعمال أنه ينشأ مشروع ويجتهد ويجلس المؤسسة على أرض الواقع انطلاقا من فكرة. الجانب الثاني هو المهارات. لتحقيق الهدف السابق لازم توفر هذه المهارات. أول من هذه المهارات هي المهارات الفنية أو التقنية. لابد على رائد الأعمال أن يتقن بعض المهارات التقنية ويتعلمها، ولازم هذه المهارات تكون عندها علاقة بالمشروع نتاعو، عندها علاقة بالقطاع اللي ينشط فيه. مثلا إذا كان هو حب يفتح مشروع في مجال الفلاحة، لازم يكون هو عنده تكوين في المجال الفلاحي. إذا كان هو حب ينشأ مشروع مثلا عنده علاقة بالإعلام الآلي، لازم يكون يفهم في الحاسوب، يفهم في الصيانة، يفهم في البرمجيات، يفهم في الشبكات، هذا بالمختصر. المهارات الشخصية، إذا المهارات التقنية عندها علاقة بالجانب التقني للمشروع، المهارات الشخصية هذه تتعلق بالشخص، لازم يكون عنده هذا الشخص عنده صفات رائد الأعمال، صفات رائد الأعمال، ما يكون مبدع، يكون كفء، يكون عنده خبرات، يكون عنده سمات شخصية مليحة، يكون متكون في المجال، يكون عنده مهارات التواصل مع الناس، مهارات التفاوض، مهارات الإقناع، يكون متربي، يكون يعرف الحدود، يكون عنده مجموعة من الصفات اللي تسمح له انه يكون قائد، عنده قدرة على إدارة الأفراد، على استخدام الآخرين لتحقيق الأهداف المشروع، هذه كلها عبارة عن صفات شخصية. وكاين كذلك هنا نفرض نقولوا المهارات الإدارية ما رقمهاش، أنا رقم واحد، رقم اثنين، نقول رقم ثلاثة، معليش. المهارات الإدارية لازم يكون هذا رائد الأعمال عنده قدرة على إدارة مشروعه، قادر يخطط، وقادر ينظم، وقادر يراقب، وقادر يوجه، وقادر يتخذ القرارات، وقادر يقوم بعملية التسويق، يعني جانب ما يتعلق بإدارة المشروع في كل جوانبه التفصيلية، يكون عنده مهارات إدارية. وهذه في العادة يقدر يروح يتكون عليها مدة معينة ويحصل على الشهادة وتربصات في إطارها. إذا هذا ما تعلق بالمهارات والدوافع بالنسبة لصالح المشروع. إذا ننتقل إلى المطلب الثاني، هو أنواع رواد الأعمال ودورهم الاقتصادي والبيئي. الآن رواد الأعمال هل هما نوع واحد أم فيهم أنواع؟ الفرع الأول، خلينا نقرا المقدمة هذه باش نستفادوا.
إذن هنا المطلع في هذا المجال يجد أن رواد الأعمال عدة أنواع وينقسموا يعني من عدة زوايا. بنطلق هذا التقسيم من زوايا عدة كالموقع الجغرافي، طبيعة وخلفية ريادة الأعمال التجارية وتصنيفات أخرى، وكذلك تصنيفات متعددة راح نتكلم عليها الآن في الفرع الأول. إذن أنواع رواد الأعمال، أول واحد عندنا رائد الأعمال المبتكر، ثانيا رائد الأعمال المقلد، رائد الأعمال الحذر، رائد الأعمال المتشبث، رائد الأعمال من الجيل الأول، رائد أعمال بالميراث أو بالتوارث، ورائد الأعمال الفردي، رائد الأعمال بالشراكة، رائد الأعمال التكنولوجي، رائدات الأعمال. تلاحظوا فيها يعني 10 أنواع، يعني هذه فيها عدة معايير يعني للتصنيف والتقسيم، ولكن هنا في المرجع حاول يلم يعني ما هو موجود في الساحة في إدارة الأعمال، ما هو موجود في الساحة فيما يتعلق برائد الأعمال. معليش نشرحهم واحد واحد باش نفهموهم فقط ونعرفوا على الأقل الفروقات بيناتهم. إذن رائد الأعمال المبتكر، وينطلق هذا الرائد تدفعه لتكوين فكرة جيدة مختلفة عما هو سائد، وبالتالي تجد هذا الرائد مرحبا ومحبا للتقدم العلمي والاختراعات. إذن هذا يعني رائد الأعمال المبتكر هو ذلك الشخص الذي يقوم بخلق فكرة جديدة، خلق فكرة جديدة، يخترع، يبدع، نسميه رائد الأعمال المبتكر. إذن هو عبارة عن مقاول أو رائد أعمال يبتكر فكرة أو يخترع اختراعا علميا جديدا. هناك رائد الأعمال المقلد، وهذا عادة ما يخترع ما يبدع، هذا يشوف مثلا شخص معين جاب فكرة ونجح بها يروح يقلده. مثال هنا مثلا في ميلا كاين واحد العام هذا زياد موصف كان طالب متخرج من الجامعة في التسويق، بحث جاته فكرة، لاحظ أنه في الصين تباع أرجل الدجاج على أساس أنها مادة لإنتاج مادة أولية لإنتاج طبق أو حساء معين، فتنبه إلى فكرة إبداعية جديدة، قال لك أنا أجمع أرجل الدجاج هنا في الجزائر ونغسلها نقيها نعقمها ونصدرها للخارج ونربح العملة الصعبة، وكانت فعلا فكرة إبداعية. فجاء من وراه مجموعة من رجال الأعمال قلدوه، قال الصين الشعبية راهي مهما نصدروا لها من أرجل الدجاج مستحيل نكفيوها، إذن علاه ما نروحوش ننشئوا مشاريع مماثلة لمشروع زياد موصف؟ وفعلا نشأوا مشاريع مماثلة بآلات متطورة، عدد كبير من العمال، وهم الآن ناجحون وينجحون يوميا. إذن كاين رائد الأعمال المبتكر ينجح، وكذلك اللي يقلد ينجح، خاصة في حالة مثل هذه عندما يكون السوق واعد وكبير، قلد ومبروك عليك. رائد الأعمال الحذر، الحذر البطيء، إذن هو رائد أعمال يكون عنده تحفظ، يشك في حاجة يتريد، وعادة لا يقدم على التغيير لأنه ممكن يظن أن هذا التغيير سوف يؤثر على موقعه، وبالتالي يجري التغيير في ريادته بشكل روتيني بطيء. هذا رائد أعمال يقوم بالأعمال إنشاء المشاريع المؤسسات كذا، ولكن ما يغيرش يعني من 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 الظروف المحيطة به، ما يكونش عنده مرونة كبيرة في التغير وفقا لمعطيات البيئة، فهو حذر ومتحفظ لأنه يخاف أنه إذا كان مثلا كان عنده نشاط يقوم به منذ 10 سنوات ويحب يغير نشاط، هنا يخاف لو كان يغير نشاط ممكن يعني يفشل، وبالتالي يكون متحفظ. وفي العادة أنه واحد تلقاه متمسك بنشاط واحد ويحاول كيف يتخصص فيه. بالنسبة لرائد الأعمال المتشبث، عادة ما يتشبث هذا رائد الأعمال بالطرق التقليدية. الآن مثلا كاين ناس لقى عندهم مشاريع معينة يخدموا بطريقة تقليدية لمدة 30 سنة، هو يخدم بنفس الطريقة التقليدية ما يقدرش يتطور. لاحظت أنا مثلا تلقى شخص مثلا ينتج، ناخذ مثال تاع نجار، نجار تلقى عنده ورشة للنجارة،
يصنع لك الحاجة اللي تحبها، مثلا خزانة، سرير، كرسي، طاولة. عندما تقول له اليوم الصناعة راهي تطورت وكذا، علاه ما تعملش مثلا بالخشب تاع الميلامين بدل مثلا الخشب تاع البوالوج هذا، علاه مثلا ما ديرش ديكورات جديدة دخل فيها الزجاج الألوان البيضاء كذا، يقول لك لا لا لا، أنا أحب أن أعمل بطريقتي التقليدية، لازم هاد الخزانات وزن قنطار، ولازم السرير هذا لازم يوزن قنطار وكذا، ولازم حاجة تبقى 40 سنة و50 سنة. فهو متشبث ولا يحب التغيير. وهذا عادة يعني كما أصحاب شركة نوكيا، شركة نوكيا متشبثين بواحد القيم خلاتهم يفشلوا فيها بعد، برغم أن هاتف نوكيا هو الأحسن في العالم في يوم ما، لكن اليوم ربما كاين من الأجيال اللي ما يسمعش أنه كاين شركة نوكيا نهائيا. للأسف هو تشبث. خامسا، رائد الأعمال من الجيل الأول. هو رائد الأعمال الذي بدأ بتأسيس مشروعه لأول مرة على مستوى العائلة، ولم يكن والده أو جده أو أحد من أفراد أسرته رائدا من قبله. إذا كي يلقاو رائد أعمال من الجيل الأول فنشرحوه، يعني هو إذا الشخص اللي ما كانش أبوه أو جده رائد أعمال، إذا كما قلت لا أبوه ولا جده رواد أعمال، هو من أنشأ هذه الشركة لأول مرة، فهذا هو رائد الأعمال من الجيل الأول. أما رائد الأعمال بالميلاد فهو رائد الأعمال الذي ورث رياس الأعمال عن أبيه وجده، يعني من العائلة تاعهم بكري هما رواد أعمال، وورث هذا الشركة ورثها على الأب أو الجد أو واحد من أفراد العائلة نتاعو. الآن رائد الأعمال الفردي، إذا هو رائد الأعمال الذي يبدأ مشروعه بنفسه عن طريق استحضار فكرته وضعها محل التنفيذ واستخدام الأموال الخاصة. هذه يحبسون يسميوها رائد الأعمال العصامي، يعني معتمد على نفسه، هو اللي جاب الفكرة، هو اللي جسدها بأموره الخاصة. ثانيا، رائد الأعمال بالشراكة، إذن وهو يبدأ مؤسسته الفردية مع شركاء داعمين أو ممولين، يعني ما يكونش وحده، يعني يكون هو كطرف مع شركاء آخرين، شركاء بالمال ولا بالفكرة ولا براءة اختراع ولا بالتكنولوجيا، المهم مهم مع شركاء آخرين. رائد الأعمال التكنولوجي هو رائد الأعمال الذي يركز أعماله في مجال التكنولوجيا العالية، لأنه هو عنده خبرة في هذا المجال، إذا فهو يعمل في مجال التكنولوجيا. رائدة الأعمال، إذا جنب رواد الأعمال فهناك أيضا رائدة الأعمال اللواتي يسعين من أجل تنفيذ مشاريعهن اليد وقيادة النجاح. كما إحنا كنا نحكيو على الرجال نحكيو على النساء، وإذا كان الحقيقة يعني في كل النقاط التسعة السابقة، كما نلقاو فيهم الرجال نلقاو فيهم النساء. صافي، أن المرأة راهي تقدر يعني تستثمر وتكون عندها طبيعة، يعني في واحدة من النقاط التاسعة السابقة. الفرع الثاني، إن دور رواد الأعمال الاقتصادي والبيئي. هنا دور رائد الأعمال بالنسبة للجانب الاقتصادي، أول شيء هو أنه مدير للثروة. أخي هو راح يعمل من خلال المؤسسة نتاعو ويحقق أرباح ويجني ثروات، وهذه الثروات اللي يجنيها راح تنعكس على الجانب الاقتصادي وتحسن المداخل نتاعو وتاع العمال اللي يعملوا معاه وتاع الشركاء نتاعو، وبالتالي فهو مدير للثروة. كذلك رائد الأعمال يولد فرص العمل، فهو من خلال مشروعه يوفر للمجتمع الذي هو موجود فيه فرص العمل، وبالتالي فهو يقلل من البطالة في المنطقة التي يتواجد فيها. كذلك هو ملهم للآخرين ومحفز لهم، لأنه يعتبر قدوة للرجال أو لرجال الأعمال الناجحين، فالشباب الطموح عندما يرى مثل هذا الشخص يتخذه مثالا في النجاح. إذن فهو ملهم ومحفز للآخرين، حتى الشباب عندما يجلسوا معه، تجي فرصة ويجلسوا معه في طاولة ويتحدث معهم، يلهمهم ويعطيهم أفكار استثمارية معينة مباشرة. عليها نقول احنا من مصادر الحصول على فكرة المشروع هو مخالطة رجال الأعمال. تخالط رجل الأعمال نجح تنجح، لأنه راح يعطيك أفكار، راح يعطيك مباشرة باختصار كيف تنجح.
بعدين نصحوا دايما احنا خلطوا رجال الاعمال، خلطوهم اجلسوا معاهم، كي تلقاو معرض او صالون روح احضر المعرض والصالون، اهدر مع هذاك المقاول، احكي معاه، قل له كيف نجحت، كيف جاتك الفكره، كيف مولتها، كيف نفذتها، وش هي الصعوبات اللي جاتك، كيف تغلبت عليها. تبع الناجح تنجح ابني، هكذا عزيزي الطالب. رابعا فتح اسواق جديده، ان رائد الاعمال قادر على فتح اسواق جديده لتصريف منتجاته وجذب رغبات الافراد لشراء منتجاته فيوسع من قاعده المستهلكين. هنا كما رواد الاعمال اللي اخترعوا لنا الهاتف، احنا ما كناش يعني في السابق عندنا رغبه كبيره ولا حاجه كبيره للهاتف المحمول، لكن رواد الاعمال اللي اخترعوا الهاتف خلاونا احنا الان نجريو كل مره كيف نشريو الهاتف المتطور الاكثر تطور من الهاتف الذي سبقه. كل ما تخرج خاصيه جديده الا ونفقوا المال ونروحوا نشريوها. هذو هما رواد الاعمال. النقطه الخامسه اكتشاف الموارد. رائد الاعمال دائما لازم يستكشف الموارد ويحوس كيف هذه الموارد تستثمر فيها. مثلا كاين مستثمر اليوم يصدر لنا الحلزون الى ايطاليا ويجيب عمله صعبه، فهو استكشف انه الحلزون هذا مرمي، فهو مورد يمكن تثمينه، ما كانش عنده قيمه، كان مرمي في الطبيعه، ان يمكن تثمينه ونجمعوه ونحفظوه بطريقه معينه ونصدروه لايطاليا، هما راهم يشريوه علينا ويحولوه الى مواد شبه صيدلانية، إلى أطعمة، إلى جزء من العلاجات معينة، ها؟ ويحصد هذا رائد الأعمال يحصد الآن مداخيل باليورو ما شاء الله، وبنى مستقبل نتاعو راهو وصل يعني لمستوى الله يبارك. هذه قضية اكتشاف، خلينا نقولوا اكتشاف وتثمين الموارد، تكتشف الموارد وتثمنه، تقديم تكنولوجيا جديدة كذلك. إذا هنا بالنسبة لرائد الأعمال لازم دائما يحاول كيفاه ينتج ويقدم الخدمات نتاعو بطريقة جديدة تعتمد على إدخال التكنولوجيات في العمل. علاه؟ لأنه كل ما دخل هذه التكنولوجيات كلما كان إنتاج المنتوجات بشكل أدق وأكثر جودة، وكان تقديم الخدمات بطريقة أكثر جودة كذلك. سابعا تنويع أو تنوع المؤسسات. عادة ما يؤدي تزويد نشاط ريادة الأعمال إلى تنوع المؤسسات الريادية وتنوع نشاطها، وهذا التنوع يعزز التنمية الاقتصادية بدلا من التجانس، وهذا يحقق التكامل الاقتصادي. يعني إحنا عندما نشجعوا مجال ريادة الأعمال وينتشر رواد الأعمال في المجتمع، فراح نغطيو كل حاجيات وجوانب الحياة نتاعنا. مش نروحوا مثلا إحنا لمجال معين قال الحلزون ننشئوا 60 مؤسسة لتصدر الحلزون وخلاص. لا لا، ما كيما عندنا الحلزون عندنا ل ل ل العنصر، عندنا رجل الدجاج، عندنا الزعفران، عندنا الزعتر، عندنا الشيح، عندنا نوع نوع نوع. إذا هنا كل ما نوعوا كل ما نعزوا التنمية الاقتصادية ونعزوا مداخل الأفراد، ما ندخلوش مجال المنافسة ونحطوا بعضنا، بالعكس لازم نتكاملوا. ثامن الاستقلال الاقتصادي. إذا تستند لكثير من البلدان في استقلالها الاقتصادي على مدى على رواد الأعمال، وربما هذا هو السبب الأساسي للطفرة الكبيرة التي أدت إلى تركيز هذه الدول على مجال ريادة الأعمال. لأنه لاحظوا أنه كاين دول راهي كانت كما الصين، راهي الدولة كانت متواضعة جدا يعني في قبل 30 و 40 سنة، اليوم راهي الأولى في العالم يعني من ناحية الناتج الوطني الخام. وبالتالي بماذا صارت هذه الطفرة؟ نتيجة اعتماد الصين على رواد الأعمال. تاسعا تحقيق كفاءة السوق. إذا زيادة رواد الأعمال يحقق المنافسة، والتي بدورها يمكن أن تحقق كفاءة السوق بكفاءة الوسائل التي توزع بطريقة متوازنة وتحوز على رضا المستهلك. هنا نلاحظوا كل ما يكون عندنا هنا إنتاج موجه للسوق، وهذا الإنتاج هذا المنتوج عنده منتجات منافسة ليه، عندما تشتد المنافسة راح نهتموا احنا أكثر بالعميل اللي هو المستهلك، راح نحقق له أنه يحصل على المنتج باش هذا المنتج يكون ذو جودة عالية وبسعر معقول، وبالتالي راح يزداد رضا العميل.
العميل كل ما يجيب منتوج يحصل عليه ويشريه بجودة عالية وسعر أقل كل ما يكون راضي، وهذا يتحقق من خلال المنافسة في السوق. عاشرا بالنسبة لهذا الجانب، تعظيم الأرباح على رواد الأعمال المستثمرين. إذا هنا رائد الأعمال على الأجل الطويل راح يوصل إلى مرحلة تعظيم الأرباح، وهذا يزيد من الفاعلية الاقتصادية بشكل كبير. الآن النقطة الأخيرة وهي دور رواد الأعمال في المحافظة على البيئة. إذا هنا رواد الأعمال يحافظوا على البيئة من خلال ماذا؟ من خلال ابتكارهم لطرق تصنيع جديدة تراعي التنمية المستدامة، تراعي البيئة. قالوا كنا ننجو والمصنع نتاعنا يفرز الدخان. الآن رائد الأعمال راه لازم يبحث عن طرق تلفاه هذاك الدخان، لازم يصفيه، يمنعه أنه يتسرب البيئة نتاعنا. كذلك استخدام موارد قابلة للتدوير وصديقة للبيئة. هنا مثلا ملي كنا حنا نستهلكوا دائما البلاستيك لإنتاج عبوات معينة، هنا على ما نديروش إعادة تدوير البلاستيك. كنت أنا نشري البلاستيك باش ننتج الأواني وكذا، عليه ما نروحش نشري البلاستيك اللي بوعد تدويره هو باش ننتج انا الاواني، خاصه الاواني ما تكونش يعني موجهه لتعبئه المواد الغذائيه والسوائل وكذا. التوجه نحو الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري يعني اقتصاد التدوير اللي هو مثل استرجاع النفايات. اليوم استرجاع النفايات راهو من اكبر المشاريع المربحه في العالم. النفايات تعاود تسترجعها وتخرجها منتجات معينه، بلاستيك، حديد، زجاج، نفايات منزليه تصنع فيها كيف يسميوها الاسمده النباتيه. اليوم راهي يعني هذا مجال خصب جدا جدا جدا. التوجه نحو الرياضه الخضراء في نفس السياق، خفض انبعاثات الغازات الدفينه نفس السياق، ترشيد استخدام الموارد الطبيعيه، حمايه عناصر البيئه من التلوث، وتقليل التلوث من خلال عمليه الانتاج. اذا هذه كلها إذا كان رائد الأعمال راعى النقاط هذه كلها، نقولوا إنه رائد أعمال مستدام، لأنه يراعي التنمية المستدامة في نشاطه الرياضي. هذه إذا أهم النقاط أعزائي الطلبة اللي كانت حول المقطع الثاني بعنوان رائد الأعمال. إذا رائد الأعمال رانا عرفناه في مجموعة من التعاريف، شرحناها بالتفصيل. ثم تكلمنا على قدرات رائد الأعمال، تكلمنا على الصفات نتاعو، مجموعة من الصفات، لاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 8. من بعد الدوافع والمهارات، تكلمنا على الدوافع وقسمناها، قلنا فيها دوافع شخصية، دوافع مالية، دوافع اجتماعية، دوافع عائلية. ومن بعد المهارات، تكلمنا على المهارات التقنية والفنية، المهارات الشخصية، المهارات الإدارية. ومن بعد تكلمنا على أنواع رواد الأعمال، لقينا فيهم انه فيه رواد اعمال، رائد اعمال مبتكر، المقلد، الحاذر، المتشبث، فيه من الجيل الاول، فيه رائد اعمال بالميراث، فيه رائد اعمال فردي، فيه رائد اعمال بالشراكه، رائد اعمال تكنولوجي، فيه النساء رائدات الاعمال. ومن بعد الدور تاع رائد اعمال، تكلمنا على الدور نتاعو في الجانب الاقتصادي والدور نتاعو في الجانب البيئي. هذه يعني اهم النقاط، وشرحناها بالتفصيل حتى عزيزي الطالب يعني عندما يسمع الشرح هذا يقدر في الامتحان يجاوب بكل سهولة إن شاء الله. وأتمنى لكم أعزائي الطلبة التوفيق والنجاح والاستفادة وتبني الفكر الريادي، ده هو الأساس. خليكم الوظيفة، روحوا للمشروع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.